كل عام يجبر ملايين الأشخاص حول العالم على ترك ديارهم بسبب آثار الصراع أو الكوارث. يمثل تنسيق وإدارة المخيمات أو CCCM النازحين ليس فقط في المخيمات ولكن في جميع مواقع النزوح الجماعي. نعمل مع الحكومات والعاملين في المجال الإنساني والمجتمعات النازحة للتأكد من أن أولئك الذين يحتاجون إليها يتمتعون بإمكانية عادلة وكريمة للحصول على المساعدة والمعلومات والحماية طوال فترة نزوحهم. نضع الناس في قلب المساعدة الإنسانية لضمان أن تكون أماكن التشرد دائماً الملاذ الأخير في البحث عن حلول دائمة.